طيب رقم كمان اخره 90 بيقول حلمت اني كنت في فرح في فرحي والعريس ايه هو العريس ولبست الفستان وجينا نروح الفرح رحنا إيه مش عارف ايه هو العريس. الظاهر في رساله تانية بس مش جايه لنا لسه. في عريس ولبست الفستان وجينا نروح الفرح رحنا حته زي شارع قديم وماما قالت خلاص الفرح خلص وانا عيطت وجينا نروح القاعه اللي فيها فرحي لقينا الفرح خلص. هي فرصة هتضيع للأسف يعني. بص هي ما تخوفش طبعا طالما الست أو البنت شافت العريس سمي لها شافته أيا كان حتى لو ما تعرفوش فهي في يعني فرصة زواج بس طالما الفرح خلص يبقى خلاص يعني للأسف الشديد فرصة ضائعة رغم إنها كانت فرصة يعني جدية لأن جد وجد وهزل وجد إيه هو الزواج هي فرصة جدية بس هي فهمتها غلط يعني مثلا واحد كان داخل يتجوزها بس هي فاهمة إن هو مثلا بتسلق أو حاجة فرفضته بس هو لا هو كان فعلا كويس يعني الجواز في الحلم جواز في الحقيقة جد وجد هزل وجد يعني هو بس في ناس بتخاف من الحلم الأفراح والطلاق برضه جد وجد وهزل وجد زي ما قلت لك في الرؤية الأولانية في حاجات ثوابت ما ينفعش نلعب فيها خالص ثوابت يعني تمام.